طيب عايز اتكلم في موضوع تاني وهو موضوع الصفقات. كلام كتير كل يوم، كل يوم ايه ده، كل ساعة يعني، كل ساعة الناس بتتكلم على فكرة الاهلي بيخلص صفقة، الاهلي بيعمل صفقة جديدة، مسؤولين في أندية تانية بيتكلموا عن صفقات الاهلي وعن تفاصيل مفاوضات الاهلي وعن تفاصيل مالية لصفقات الاهلي مع لاعبين اخرين. ارجعوا كده فلاش باك لورا شوية، انا على المستوى الشخصي سواء هنا او حتى في شغل الصحفي ما بتكلمش حتى على صفقات أندية تانية، ما بتكلمش حتى على ارقام مالية لصفقات ممكن تنتقل لأندية تانية. حتى قناة الاهلي بشكل عام، اعلام النادي الاهلي بشكل عام وكل من ينتمي حتى لاعلام النادي الاهلي ما بيتكلمش على فكرة ان في لعيبة فسخت في أندية تانية وفي لعيبة هربت من أندية تانية وفي لعيبة بعد ما جت بماتش ولا ماتشين الصفقة طلعت صفقة فاشلة ومشت، ما بنتكلمش على الحاجات دي لان احنا دايما بنتكلم على شغلنا، لا بنتكلم عن صفقات الزمالك ولا بنتكلم عن صفقات بيراميدز ولا بنتكلم على كل التفاصيل دي. لكن الغريب ان في ناس دايما شغلة نفسها باستعدادات الاهلي بصفقات الاهلي، تصحى الصبح كده النهارده تلاقي واحد منهم مثلا ايه يقول لك الاهلي ضم كذا لمده كذا والتوقيع كذا والاعلان خلال ساعات. انت بتشتغل في الاهلي؟ لا. انت صحفي؟ لا. طب انت ايه؟ يعني انت ايه دورك ايه؟ لا ملوش علاقه بالموضوع. بس هو عايز يبقى ترند. فعشان يبقى ترند يكتب عن الاهلي. ملهاش معنى تاني. ما هو لو اتكلم عن فرقته مش هيبقى ترند. ما هو كده كده اصلا جمهور فرقته مش طايقه. يعني جمهور فرقته اساسا مش طايقه. وزهقانين منهم. فيتكلم عليه؟ يتكلم عن الاهلي. يقول لك بقى الاهلي ضم كذا، الاهلي اشترك كذا، الاهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب قعد مع كذا. كلام بقى بيتقال وخلاص، ما هي الناس بتحاول قدر الامكان تشغل جماهير الاهلي بموضوعات تخص الاهلي. ووصلوا لمرحله في توقيت معين يقول لك ايه؟ لا ده الاهلي تراجع عن صفقه خلال الساعات الاخيره. هو الاهلي كان اعلن اصلا ان هو بصدد اتمام صفقه مع لاعب معين؟ لا. هل الاهلي ممكن يعلن عن صفقه خلال ساعات؟ وارد. بس الاهلي بيشتغل بمنظومه او باطار معين اللي شايفه في مصلحه جماهيره ولاعبيه واجهزته الفنيه، الاهلي فقط هو من يحدد التوقيت المناسب للاعلان عن الصفقات. والاهلي هو الوحيد الذي يحدد اللاعبين الذين سيستفيد منهم الاهلي خلال الموسم القادم، ايا كان مين هو اللاعب. ده حق اصيل لإدارة النادي الأهلي، حق أصيل للمدير الفني للنادي الأهلي. كل اللي عايز أقوله وأطمن جماهير النادي الأهلي إن خلال الفترة اللي جاية القريبة أوي 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 هيتم الإعلان تباعا عن الصفقات الجديدة للفريق. الناس مستنية تسمع عن إتمام تعاقدات رسمية مع لاعب، لا هتسمعوا عن صفقات جديدة للفريق وكله هيعلن بشكل طبقا للنظام المتبع من خلال النادي الاهلي. طريقه المفاوضات، التفاصيل دي اكيد تخص اداره النادي الاهلي. جماهير الاهلي في المقام الاول ما بتدخلش، يعني ما بتتكلمش في التفاصيل دي، فما بالكم بقى باعلام منافس بيحب يتكلم في التفاصيل دي. وده مش من دلوقتي، ده من زمان. انا مش هنسى وانا في بدايه عملي حتى الصحفي في 2004 2005 في التوقيت ده، انا فاكر الكل اتكلم قال لك ايه، اكوتي منساء انتقل للاهلي ب 11 مليون جنيه. وقتها كانت 11 مليون جنيه كان رقم كبير، يعني ده دلوقتي تقدر تقول مثلا ايه ما يقرب بيساوي مثلا حوالي 90 مليون او 100 مليون جنيه. وقتها لما اتقال الرقم ده ناس كتير اتخضت. وهي يعني التاريخ هيثبت بعد كده في التوقيت المناسب. انتوا عارفين الحكايات والذكريات بيجي لها توقيت معين والناس بتحكي الاسرار والكواليس، ولكن كلنا عارفين ان الرقم ده كان غير صحيح. دلوقتي برضه بيتقال ارقام معينه، وانا بقول لكم الارقام اللي بتتكتب كلها ارقام غير صحيحه وارقام اقل كتير جدا من الاسماء من الارقام اللي بتتكتب في السوشيال ميديا او حتى من خلال بعض المواقع او حتى من خلال بعض من ينتمي لاعلام بعض الفرق في الساعات الاخيره. باذن الله ان شاء الله كل اللي انا بطلبه من جماهير النادي الاهلي، استنى، ما تستعجلش، ما تخليش حد يشككك في قرارات اداره النادي الاهلي. اعتقد هذا الموسم التاريخي اثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك ان النادي الاهلي يخطو خطوات ثابته خلال الفتره القادمه من اجل الحفاظ على هذا الموسم التاريخي. بقول التاريخي مش الاستثنائي، لان الاهلي ما فيش حاجه اسمها موسم استثنائي بالنسبه له. الاهلي دايما متعود انه يفوز بالبطولات كلها،
فالموسم السنه دي موسم تاريخي. ليه تاريخي؟ لان انت كسبت كل حاجه، مش في الكوره بس، في الباسكت، في الهاند بول، في الفولي، كسبت بطولات وخسرت بطولات على جميع الاصعده، حتى في الووتر بولو السنه دي مع الجزيره ومع هليوبلس كسبت منهم بطوله الدوري، رغم انك من اقوى منافسين ليك خلال السنوات الاخيره، في التنس، في كل الالعاب الرياضيه اللي بنتكلم عليها. وخلي بالكم كمان الفترات اللي جايه في مسابقات قويه جدا، بنتكلم على دوري ابطال افريقيا، بنتكلم على الدوري الافريقي الممتاز، بنتكلم على كاس العالم للانديه، بنتكلم على كاس السوبر الافريقي بين الاهلي واتحاد العاصمه. ادي اربع بطولات قاريه ودوليه في 90 يوم، في 90 يوم. في كمان اتجاه ان ممكن يكون في بطوله السوبر النخبه اللي فيها اربع انديه، كلام طالع ان ممكن تتنظم في دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه خلال شهر اكتوبر، فادي بطوله خمسه محليه. كل ده لسه ما اتكلمتش على الدوري ولا الكاس الجديد ولا الكاس الحالي ولا حتى استكمال باقي منافسات الفتره اللي جايه، انا بتكلم بس في خمس بطولات لغايه دلوقتي، وكل ده الاهلي بيستعد ليه خلال الفتره الجايه. واحنا امبارح الحمد لله كلينا الصدق في فكره اللي احنا نطرح اللي هيحصل فيه اجنده الاهلي خلال الموسم اللي جاي، ومن ساعه ما اتكلمنا لغايه النهارده كل المواقع والبرامج بيتكلموا على ان موقف الدوري العام خلال الفتره الجايه هيكون موقف صعب جدا، لان مفيش توقيتات مناسبه لاقامه منافسات الدوري في ظل انشغال الاهلي بكل البطولات دي. وكان لينا انفراد مهم جدا، وقلنا ان الاتحاد الافريقي هيرسل الاتحادات الوطنيه اللي انديتها بتلعب في السوبر ليج اللي هو الدوري الافريقي الممتاز، ان طول ما بيلعبوا في المسابقه في الفتره من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر انت كاتحاد وطني ما تحطش اي مباراه محليه عشان ما يتقالش ان المباراه دي مؤجله. الفتره دي فتره اجنده دوليه للنادي الاهلي زيها زي فتره المنتخب الوطني بكل صراحه وبكل وضوح. فان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله محدش هيقدر يشكك جماهير الاهلي في قرارات النادي الاهلي، ولا في نفس الوقت كمان يشتت جماهير الاهلي فيما يفكر فيه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه زي ما قلت لكم قبل كده فيها مفاجآت مدويه على مستوى الصفقات والتدعيمات. وفي وقت معين قلت لكم في اسماء بتطرح على السوشيال ميديا، صدقوني مش هي دي الاسماء اللي هتيجي بنسبه 70-80%، قلت ممكن اسم او اتنين، ولكن في اسماء تانيه هتشوفوها مطروحه الفتره الجايه لان الاهلي قرب يخلص فيها. وكلكم سمعتوا خلال الساعات الاخيره اسماء جديده بتطرح ما كانتش بتتقال قبل كده. وانا بعيد لكم تاني، الفتره اللي جايه هتسمعوا او هتشوفوا صفقات الاهلي بيعلن عليها لاسماء غير اللي انتوا بتقروها، ما عدا صفقة 2-3، ولكن الأهلي بيحضر لقائمة قوية تلعب منافسات كبيرة الفترة الجاية عشان لما توصل لكأس العالم للأندية في 2025 تقدر تلعب على الوصول للأدوار النهائية.